التضخم يتراجع وأسعار الأغذية مستمرة في الارتفاع. أرقام تنذر بزيادة عدد العاطلين عن العمل في السويد. في الروس، في أبو كاس. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار الكومبس، معكم هديل إبراهيم. معدل التضخم ينخفض في البلاد، غير أن المؤشرات لا تبشر بانتهاء الظروف الاقتصادية الصعبة، بل تنذر ببدايتها. معدل التضخم انخفض إلى 9.3% في أكتوبر، وكان المعدل سجل رقما قياسيا في سبتمبر حين وصل إلى 9.7% مع ارتفاع الأسعار بشكل حاد. ومن الأسعار التي ارتفعت في أكتوبر أسعار الوقود والمواد الغذائية وخصوصا الخضروات والمشروبات غير الكحولية. وعلى النقيض من ذلك انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 24% تقريبا في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر. ورغم انخفاض التضخم في أكتوبر فمن المتوقع أن يعاود الارتفاع مجددا، وكان خبراء اقتصاديون في بنك SEB توقعوا أن يتجاوز التضخم في السويد نسبة 11% وأن يصل إلى ذروته مطلع العام المقبل. بينما تستمر نسبة البطالة في الانخفاض، ارتفع بشكل حاد عدد الموظفين الذين تلقوا إخطارات بالتسريح من العمل خلال أكتوبر الماضي. خبراء قالوا إن ذلك مؤشر على تباطؤ الاقتصاد، حيث يترك التضخم المرتفع بصمته على الاقتصاد السويدي وينعكس هذا على سوق العمل. عدد المختارين بالتسريح بلغ في أكتوبر 5000 شخص، مقارنة مع حوالي 2000 شخص شهريا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر وفق أرقام مكتب العمل. ولا تعني الإخطارات بالضرورة أنه سيكون هناك العدد نفسه من الأشخاص الذين يتم فصلهم في النهاية. بينما سجلت شركات التجارة والصناعة أكبر نسبة من إخطارات العمل، وفي الوقت نفسه انخفضت البطالة في أكتوبر، لكن الانخفاض يحدث بوتيرة أبطأ من قبل، وبلغ عدد المسجلين كعاطين عن العمل في أكتوبر حوالي 333,000 شخص، وهو انخفاض قدره 45,000 شخص منذ العام الماضي. ويبلغ معدل البطالة 6.6% مقارنة مع 7.3% في أكتوبر من العام الماضي. هيئة الدعم الدراسي CSN تقرر رفع سعر الفائدة على القروض الدراسية اعتبارا من مطلع العام المقبل. الهيئة عزت قرارها إلى ارتفاع أسعار الفائدة عموما ورغبتها في تقديم نموذج جديد لأسعار الفائدة، ويبلغ مقدار الزيادة على فوائد القرض الدراسي 0.14%، وستغطي المبالغ الخسائر الناجمة عن قروض الطلاب غير المسددة، وكذلك الدعم الجديد لتغيير المهنة في منتصف العمر. ووفقا لحساب حسابات CSN يمكن أن يكون سعر الفائدة الإجمالي عند 0.64%. وكمثال على ذلك، فإن المقترض الذي لديه دين بقيمة 166,000 كرون ستزيد تكاليف الفائدة عليه بمقدار 88 كرون شهريا مقارنة بالعام 2022، وبحوالي 1000 كرون في السنة. اتحاد الطلاب انتقد بحدة زيادة سعر الفائدة والنموذج الجديد للهيئة الذي تضمنته ميزانية الحكومة الجديدة. نقابات المعلمين تنتقد اقتراحا تضمنه اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة بين أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين وديمقراطي السويد. الاقتراح يقضي بإلزام المعلمين إبلاغ السلطات عن أي طالب يقيم في البلاد بشكل غير قانوني. إحدى المعلمات قالت للإعلام السويدي اليوم إنها تفضل الاستقالة من عملها على الإبلاغ عن طفل لا يحمل والداه أوراقا رسمية، معتبرة أن ذلك بعيد عن قيمها وقيم العمل الذي اختارته. وبحسب اتفاق تيدو فإن البلديات ستكون ملزمة بإبلاغ مصلحة الهجرة والشرطة لدى تواصلها مع أي شخص يعيش في السويد دون إقامة، الأمر الذي يلزم المعلمين بالإبلاغ عن الأطفال الذين لا يحملون إقامة. وقالت الحكومة أنها ستطلق تحقيقا قبل إقرار الاقتراح. طلاب يدخنون الحشيش في حرم المدرسة خلال الدوام، هذا ما كشفه التلفزيون السويدي اليوم في زيارة لمدرسة
أنغرياد الثانوية في يوتبوري. مراسل التلفزيون التقى باثنين من الطلاب يدخنان الحشيش، وكان بحوزتهما كمية من مادة القنب، وقال الطالبان إن المدرسة لا تفعل ما يكفي لإيقافهم. أحد الطلاب قال إن المعلمين لطيفون جدا وأنه يستطيع أن يفعل ما يريد، مشيرا إلى أن الوضع سيكون مختلفا لو مارس المعلمون ضغوطا. ووفقا للطلاب فإن المعلمين يمشون بجانبهم ويرونهم، لكنهم لا يعلقون دائما على التدخين. الشرطة المحلية أكدت تدخين بعض الطلاب الحشيش في منطقة المدرسة، وقالت إن هذا يمثل مشكلة في عدد أكبر من المدارس وليس فقط في أنغرياد وحدها. وصلنا إلى نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة والاستماع. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الكومبس.se. إلى اللقاء. في الروس في أبو كاس. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر.